بسم الله نبدأ، به نستعين، عليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحيتنا متجددة، أصالتنا هنا متواصلة من تحفة ميادين سباقات ميدان المرموم في هذه الانطلاقة في هذا الصباح المميز لمشاركات هجري أبناء القبائل في سن الإذاع، والتي ستدور على مدار 16 شوطا لمسافة 6 كيلومترات. بسم الله وعلى بركة الله تم الإعلان عن انطلاق أول الأشواط، وهو الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصايل في هذا الانطلاق الأول من خلال هذه اللحظات وهذا النقل الحي والمباشر عبر قناة دبي ريسينج الناقلة لهذه الانطلاقات. نرحب بكل الحضور الكريم، نرحب بمشاهدينا الأعزاء متابعينا أينما كانوا من خلال متابعة هذه 6 كيلومترات والجولة الأولى وأول انطلاقاتنا في هذا الصباح وما تحمله أيضا من منافسة وانطلاقة. نذهب إلى المقدمة لنتابع البداية والمركز الأول الشاهينية ضحي بن مبارك بن ضحية الاجتبي، بينما المركز الثاني تدخل من مياس سعود بن صالح بن حمد القمرة. للمركز الثاني نذهب إلى تواجد مود أحمد بن سالم بن سيف اليابري، ثم المركز الثالث هناك حيل، في المركز الثالث عبد الرحمن بن حميد بن علي بن غدير. أما المركز الرابع في هذه المنافسة من خلال هذه التحديات زعفران سلطان بن علي اليابهوني الظاهري، والمركز الخامس تظهر في ضبية مقبول بن مطلق العمراني، بينما المركز السادس في هذه الإثارة وشعار غلاب سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي على المركز السادس، بينما في المركز السابع مباشرة إلى الشاهينية راشد بن علي بن محمد الدرعي، وهنا على المركز الثامن تظهر مضاوي خليفة بن سعيد بن عبد الله المسند، بينما في المركز التاسع في هذه الانطلاقة وفي هذا الظهور نعود مباشرة للشاهينية ضحي بن مبارك بن ضحي الاجتبي، والمركز العاشر هنا الغزلانية خليفة بن حمد العطية في هذه المنافسة الأولى. وهذا النداء ندانا الأول مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه المنافسة التي تحمل الكثير من القوة من التحدي من الإثارة على أرضية هذا الميدان. إذا نعود إلى المقدمة نتابع البداية الأولى، نتابع من غيرت للصدارة وانطلقت إلى المقدمة، السندباد القطري، الشعار شعار السندباد، وسعود بن صالح بن حمد بن قمرة المري على المركز الأول، غلابة على المركز الثاني، سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، بينما المركز الثالث ظهور لزعفران سلطان بن علي اليبهوني الظاهري، والمركز الرابع هذه كحيلة، على المركز الرابع عبد الرحمن بن حميد بن علي بن غدير في تنافس القوة والمنافسة، بينما المركز الخامس تظهر في المركز الخامس الضبية مقبول بن مطلق العمراني، وفي المركز السادس هناك الدخول للشاهينية راشد بن علي بن محمد الدرعي، بينما المركز السابع ظهرت في هذه اللحظة مضاوي خليفة بن سعيد بن عبد الله المسند في هذا التنافس، المركز الثامن ضحية بن مبارك بن ضحية الاشتبي يظهر في هذه اللحظات مع انطلاقة الشاهينية، وهنا على المركز التاسع ظهور الغزلانية، على المركز التاسع خليفة بن حمد العطية، والمركز العاشر هذه مشاكل لفري بن علي بن حمودة الظاهري. إذن هنا أسماؤنا التي تبدو بقوة، تبدو من خلال هذه المنافسة تحمل انطلاقة قوية أيضا في هذه اللحظات وتسير من التحدي والإثارة في انطلاقة أولى. ما شاء الله وتبارك الله،
شوف العدد الكبير، شوف النوعية التي تتنافس هنا تبحث عن تجديد لها في هذه الإثارة وفي هذه التحديات. يا سلام المقدمة، ولا زالت الضيف القادمة، لا زال السندباد القطري مسيطر على البداية. سعود بن صالح بن حمد بن قبرة المريفي المقدمة، وفي البداية وفي الانطلاقة الأولى تقدمت الشاهينية المركز الثاني حي بن مبارك بن حي آل اشتبي، وهنا أيضا غلابة، وهي غلابة سعيد بن سالم بن دري الفلاحي. يا سلام، والمركز الرابع هذه شاهينية راشد بن علي بن محمد الدرعي في رابع المراكز، بينما خامسا تظهر مضاوي خليفة بن سعيد المسند على المركز الخامس. تقدم الحوض لهذه الانطلاقة هنا على المركز السادس، هذه الغزلانية في المركز السادس خليفة بن حمد بن خليفة العطية. يا سلام، والمركز السابع في تنافس القوة والتحديات زعفران السلطان بن علي اليبهوني، والمركز الثامن هي ضبية مقبول بن مطلق العمراني في المركز الثامن، حيث الأسماء الأولى التي تبدو هنا في هذا المسار. المركز التاسع فري بن علي بن حمود الظاهري مع مشاكل. يا سلام، هذه المشاكل، وننتظر الثنين كيلو الأخيرة، الثنين كيلو الأخيرة، هدوء لا زال هنا يسبق الإعصار في هذا التنافس. يا سلام، بدأ الكل يقترب، بدأت الحركات والإشارات أيضا تعلن أن الجميع قادمون، قادمون. يا سلام يا سلام، لا زالت المقدمة، وأيضا البداية الأولى مياسة، مياسة على المركز الأول مع السندباد في قيادة أيضا لهذه البداية، وهنا أيضا هجوم قادم ما شاء الله من خلال المنافسة. مضاوي على المركز الثاني، والغزلانية في المركز الثالث، ثلاثية قطرية منافسة شحانية قادمة أيضا في هذه التحديات. يا سلام يا سلام، التذكير، التذكير أيضا بالمنافسة ومن هم قادمون، وتابع أسماء قادمة، وتابع أيضا وجود الضبي مقبول المطلق العمراني أيضا في هذه الانطلاقة. وهناك أيضا في هذه اللحظات، يا سلام، تقترب أيضا اليماني مبارك محمد بن نخيره الشريفي. يا سلام، في هذه المنافسة، الله 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 الله، يا من تتابع وتراقب أيضا كل الأمور، تتابع كل التحديات، كل الإثارة. نذكر الجميع 1200. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الحركة، الحركة هنا، قائد الإكس فايف وصل مع المقدمة والصدارة اليماني مبارك محمد بن خيره الشريفي. يا سلام يا سلام، الدفع يبغي له فور ويل كالعادة في كل المنافسات. المركز الثاني مضاوي خليفة بسعيد المسند، وهناك على الجانب الآخر تظهر العابرة مبارك بن سلطان بن برخان المنصوري. يا سلام يا سلام، عبرة العابرة إلى المقدمة إلى البداية، العابرة والعابرة، ونحن في آخر الأمتار في هذه المنافسة في هذه التحديات. العابرة ولا مضاوي؟ العابرة بتعبر ولا مضاوي بتضوي؟ ولا هناك أيضا تواجد مسيكة محمد بن حمد بن خليفة العطية، الاسم التاريخي المرتبط أيضا هنا بالشحانية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، العابرة ومسيكة، وهنا أيضا تتواجد مضاوي، ثلاثة أسماء متميزة. وحتى هذه اللحظة في هدوء في الأعصاب في المنافسة، يلا حرك اللي بتحرك، حرك اللي بتحرك، نشوف الإثارة نهايتها إلى أين، نهايتها إلى أين. العابرة مصامدة، العابرة صامدة، والمحاولات من مسيكة، مسيكة مسيكة مسيكة، تمسكت بالصدارة، تمسكت بالمركز الأول، مسيكة محمد بن حمد العطية. يا سلام، في هذه الإثارة، سلام دولة قطر، سلام سلام قطري في هذا الصباح، سلام للجريان ما شاء الله وتبارك الله. تهانينا والناموس في هذه الانطلاقة إلى محمد بن حمد بن خليفة العطية مع مسيكة في الصدارة. المركز الثاني العابرة مبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري، المركز الثالث مضاوي خليفة بن سعيد المسند، والمركز الرابع سجى عمر بن علي بن عبد الله الشحي، والمركز الخامس روعة عمر بن عبد الله بن سالم بن قطامي. يا سلام يا سلام،
وصول من خلال هذه اللحظة وهذا المسار وهذه الإثارة. نقول 9 دقائق يا مسيكة، سلامي على مسيكة وسلامي على القادمين للمنافسة. ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله، بالفعل إثارة. 9 دقائق 19 ثانية وخمسة أجزاء بين الثانية أيضا توقيت الزمني. تهانينا والناموس أيضا من خلال هذا المسار وهذه اللحظات إلى وجود مسيكة ما شاء الله. محمد بن حمد بن قليفة العطية المركز الثاني، العابرة في المركز الثاني، مبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري أيضا 9 دقائق 19 ثانية 21 جزء من الثانية. والمركز الثالث هي مضاوي في المركز الثالث، قليفة بن سعيد بن عبد الله المسند، يا السلام أيضا في هذا القوة وفي هذا. وإذا 9 دقائق 23 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. هذه الأسماء، هذه المنافسة، هذه التحديات، هذه الانطلاقات. سلام سلام البداية الأولى، سلام الإثارة الأولى، سلام المنافسة الأولى. وهنا ينطلق على بركة الله أيضا شوط ثاني، شوط ثاني من الأشواط التي تحمل أيضا الفئة المهجنات، شوط خاص من أبكار المهجنات. الأصايل ينطلق لمسافة 6